الو غادي نساوك شويه بشره وغادي ندوزو لتانيس اللي مشاركه في ماستر شيف واللي بزاف ديال الناس ولاو كيهضروا عليها ديغنييغمون واللي قالوا بلي كتشبه ليك بزاف وكانوا بعض الانتقادات. انا بغيت في الاول الرد ديالك على هذه الانتقادات من بعد تقربينا شويه من الشخصيه ديال آية. الوغ آية يديني هي مانياس بنت اختي. الوغ آية اش غنقول لك؟ سبحان الله ماماها فاش الا شتي ماماها راه ما تيشبهش اصلا ماماها كتشبه ليا، لانه ماماها فاش كانت حبله بها ديما كتقول لي يا ربي عطيني شي بنيته تتشبه لك، لانه ماماها فريمون عزيزه عندها انا وتتقول لي يا ربي شي بنيته تشبه لك، وكتقول لك انا كنشوف ديما فيك وكنشوف تصاورك وهذا وهذا. فاش تزادت البنيته كانت هي من صغرها تخيل انها في عمرها عامين ديما معايا، ديما كنديها معايا لا راديو، كنكون مثلا شي كنخرج مع دي زامي كيكونوا معايا دي زامي اللي كيكونوا دي ستار وهذا مثلا في الدومين ديال الفن. دي فوا كنتلاقاو مع ناس في السياسه دي مينيستر كيكونوا اصدقاء ديالي كتكون معايا زعمات. دونك هي زعمات هي من صغرها والفاس دخلناها لهاد لومبيونس ديال لابريس ديال وشوي، وهي من الصغر ديالها كانت ديما تتكون حدايا. دونك فاش تكون حدايا كنقول لها اجي آية هانتي شوفي طاتي شنو تدير، طاتي كدير وريضه، طاتي شنو شتي، طاتي شنو تدير لي مينيستر، صافي ملي تكبري غتكوني بحال طاتي. دونك هي كبرات على هاد في هاد لومبيونس، ولكن دونك فاش كبرات في هاد لومبيونس هادي تربات فيها هاد الموهبه. من بعد صافي درت اشارات ودرت متلات في ساعه في الجحيم ودازت في البرنامج ديال رشيد شو، وكانت الحلقه ديالتها دارت تقريبا شي 1,800,000 فيو. دونك هادشي كلها عوامل اللي خلاتها تكون زعمه، بالاضافه لانه انا عندي اختي هي ربت بيت. تتخيل دابا السيده فاش تكون ربت بيت شنو كيكون عندها؟ انا تتم بالاسره، تتم بالزوج ديالها وسيغتو الكوزينه. دونك انا اختي طباخه ماهره جدا، اوكي، وبابا طباخ ماهر كيطيب زوين، وماما ما نعاودليكش عليها وانا والو. لا انا ما تنعرفش نطيب. ايا حتى هي من صغرها كانت كتدخل للمطبخ وهذا. دونك صافي شفت هذاك اي باغازار شفته في الانستغرام كيقولوا فوالا راه كاين واحد كاستينغ وهذا ودفعت له. وهنا ناكد على ود الانتقادات انها دفعت كاي بنت، ناكد لك انها مشات للكاستينغ ما عرفها حد واش تجيني، حمقاتهم كلهم عجبتهم ودارت ان بلا لينا هو زوين وتطيب. انا كنقول لك آية تطيب داكشي بنين وعندها تبارك الله الثقه في راسها. دايوغ من بعد فاش صافي قبلوها في الكاستينغ على اساس كيعطيهم واحد المده باش يلا هذا كيف ما بزاف ديال الوليدات هذا راه كل واحد كيمشي كيدير بحال فورماسيون، كتمشي هي كتعلم عند دي شيف، علمت مشات لعند دي شيف في كيك ريستورون وها اللي علمها داك شويه الطبخ الاوروبي، ها اللي علمها هذا، وكل مره كدير لنا شي قبل التصوير فهمتي. وتخيلي انها ديجا عندها الموهبه ديال الطبخ وديجا عندها تبارك الله كيفاش كتعامل مع الكاميرا ما تتخافش، كيفاش كتعامل مع الميكرو ما تتخافش، وزيدي ثالث حاجه انها تعلمات فهنا وهنا، ما يمكن الا تعطي هادشي اللي هذا هادشي اللي بان للناس، وبزاف الناس عجباتهم الحمد لله. دونك فوالا دونك الا جينا نهضروا انتقادات بالاساس، مثلا عطيني شي مثال انتقادات فحال الناس قالوا زعيمه بزاف وما كتعرفش زعما دي فوا كتقول شي حوايج اللي ما خصهاش تقولهم واللي كبار على السن ديالها، هادو هما زعما الانتقادات كانوا في هذا السونس هذا. لا وعيني هذه انتقادات مردود عليها، كيفاش انكم تكسروا الموهبه ديال واحد البنيوته ما شاء الله ربي عطاها يعني هذاك الشيء قبول من عند الله وعطاها تبارك الله حلاوه ديال اللسان وكيفاش كتهضر وهذا. الناس خصكم تشجعوها، راه دابا ملي تشوف فيها راه تشوف المستقبل ديال الوليدات ديال البلاد وما شاء الله عليها. ماشي غير هي وبزاف ديال المشاركات والمشاركين تما في ماستر شيف جونيور ما شاء الله عليهم، وليدات غزلان وكلهم هادشي كله كيفرح، هادشي خصو يبعث على الفرح ماشي يبعث على الانتقاد. تقدو خالتها
كاينش مشكل باش تنتقدوا بنيوته صغيره ولكن خشوا نقول لكم واحد الحاجه ايه كتقول لي دونت سوق عطاتي كتقول لك انا كاع ما كنتسوق وتخيل انا صغيره وكتقول بحال هاد القضيه هادي دونك فوالا لكن الناس خصهم يشوفوا بنيوته صغيره وحش تجي تحشو مثل التعويذه انك تنتقد بنيوته صغيره وتحطمها ولا ما عرفتش شنو دير عليها انا انا كنظن تقدري انت تثقي فيها وتسلمي لها البرنامج ديالك مورا ما تنتي يطلع لك سي 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 نقدر انا بدون ذكر اسماء دي فوا كان مثلا عندي مثلا دي مينيستري كيكونوا اصدقاء ديالي هي مازال صغيره وكتقول لي طاتي يعطيني شي وريضه كتمشي كتشد الورده وكتطرح عليهم دي كيستيون ما يمكنلكش تصوري دي كيستيون وارين وكيقول لي لا لا ما يمكنش هذه غتاخذ المشعل منك والله القسم وهي من صغرها كتقول لهم انا بغيت نكون صحفيه